برعاية رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني، أقام المكتب الثقافي المركزي في الحركة حفل إطلاق كتاب الإمام علي عليه السلام وموسى الصدر القدوة والمثل للدكتور الشيخ حسن جوني في ثانوية الشهيد حسن قصير، بحضور النائب أيوب حميد، القاضي حسن الشامي، المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل الشيخ حسن عبد الله، وأعضاء الهيئة التنفيذية وفعاليات تربوية واجتماعية وثقافية وسياسية. عبد الله أوضح أن الكتاب يؤرخ لسلوك ويوميات الإمام الصدر، لأن علي شكل هذا النموذج صار محط أنظار الكثيرين، ولكن كل شخص ينظر إلى علي من زاوية معينة، إلا الإمام السيد موسى الصدر أو غيره أو شخصية الإمام السيد موسى الصدر هي كانت تنظر إلى الإمام علي ككل. وكانت كلمة لمؤلف الكتاب: السيد موسى الصدر لم ينتمي إلى علي بن أبي طالب بالمعنى الوهمي أبداً، ولا بالمعنى الظاهري استراتيجي، يعني بالتمثل بسيوف في العنق وما شابه وكذا وحاطط لي وشم، وكلهم السيد موسى الصدر ما خصوا فيني، السيد موسى الصدر فقط واعية قوية وصلة وصل تتحمل طاقة علي بن أبي طالب في زمن قل المتحملون. ثم تحدث الفوعاني مؤكدا أن حركة أمل والرئيس نبيه بري وفي كل الميادين جعل من رؤية الإمام وسلوكه وخطابه السياسي والفكري عناوين حياة تستمد مقومات النهوض من عمق إيديولوجي شكله الميثاق، مشددا على أن مهرجان الوفاء في مدينة صور لهذا العام شكل من خلال مقاربة الرئيس بري لمختلف الملفات خريطة طريق للإصلاح الجدي. عندما تريد أن تدرس شخصية معينة عندئذ تلجأ إلى قول الشخصية وإلى صفات هذه الشخصية وإلى فعل هذه الشخصية، فتكاملت هذه العناوين الثلاث في شخصية الإمام موسى الصدر، فكانت حقيقة الإمام علي عليه السلام تتمثل صورة ومثلا أعلى في كل ما قاله الإمام وفي كل ما فعله. وفي الختام جرى توقيع الكتاب.